خليني اروح معاك برضو يا دكتور احمد على ازمه التسنين، لان انت دايما ضيف دائم على مباريات الشباب هنا مع كابتننا الجميل كابتن اسامه حسني. انا النهارده عرفت تفاصيل قصه 2009، وانا عشان انت راجل بتذاكر فانا قلت اذاكر لك كمان قبل ما تيجي. 2009 فهو الكابتن ايه هم بقى؟ ال 70 من 80 ولا ايه؟ ال 60 من 70. بس هو انا الحقيقه سالت فقالوا لي هم لحد هذه اللحظه شافوا 152 لعيب. تفصيل اهو. الجهاز نفسه شاكك في 60 من 70. كابتن علاء نبيل بعت لي امبارح شويه صور، قسما بالله العظيم ثلاثه. واحد بدقن ومش عارف ايه وكده مواليد 2009 ده بجد. والتانية واحد ماشي مع ابنه، يعني واحد بسم الله ما شاء الله قد كده، ولد صغير وعامل لي عليها بقى تعليقات يعني غير 2009 يعني ده يعني 15 سنة بالظبط كده. هحرقها لكم في الفاصل عشان بس تبقوا مصدقيني وانا لا اكذب ابدا يعني. فما يكون عندي، هو كابتن علاء قال هو ما تاكدش بس قال لك احنا شاكين في 60 من اصل تقريبا نص اللعيبه اللي تم اختارهم، فده في الاوبشن بتاع المنتخب. فما بالك في الدوريات يبقى شكلها ايه يا دكتور احمد؟ لا الدوريات، انا بص يا كابتن انا بحلل الماتشات بتاعت الناشئين دي. فرقه 2008 في النادي الاهلي دي احسن فرقه، من احسن فرقه في القطاع بمنتهى الصراحه. فيها لعيبه في النادي الاهلي الناس هتسمع عنهم، يعني في مهاجم اسمه حمزه عبد الكريم. ده هيبقى من احسن المهاجمين، ده من احسن المهاجمين في الاهلي. هداف وبيلعب بشماله وبيمينه، وفي بلال عطيه لعيب كويس جدا صانع العاب، في عبد الرحمن رامي مانو، وفي حمزه الدجوي، في يعني في اربع خمس لعيبه في الفرقه دي. الفرقه دي احسن فرقه في القطاع. فلما بتحلل الماتشات بتشوف فعلا يعني هو عشان النادي الاهلي مثلا بيلعب بالسن، اصل 2008 16 سنه، تيجي تشوف لعيبه تانية فعلا تلاقيهم بدقن فريق تلاقي اول، تلاقي لعيبه مثلا جسمهم كبير. ف 2008 قضيه التسنين دي طلع فيها 10 لعيبه، 10 لعيبه في الانديه في الدوري سنهم فوق مسنن، يعني سنهم مش 2008 عشان الناس تكون فاهمه، مش سن، مش عندهم 16 سنه يا جماعه، السن القانوني سنهم فوق 16 سنه. فده ازاي يلعب؟ مفروض ان اصلا مفروض يطلع قرار من اتحاد الكوره، برضو دي مسؤوليه اتحاد الكوره، ان يطلع قرار بالغاء النتائج بتاعه الانديه دي. والله انا ما همني لازم النتائج ولا همني البطوله، انا همني الفير بلاي بس. بالظبط التنافس يا كابتن، يعني مش معقول يا كابتن. معلش لما فرقه تاخد البطوله كل السنين ديت بلعيبه مش سنها الطبيعي، وانا النهارده فرقه في النادي الاهلي بدفع عليها مصاريف وبكون، ازاي ما تاخدش البطوله؟ موافقك بنسبه 1000%، لكن انا هممني يا بلال، انا بشوف اولياء امور، يعني ام النني دي الله يرحمها ويحسن اليها، كانت النني حكى لي برنامج في القاهره معايا، قال لي كانت بتشيلني من المحله لحد النادي الاهلي. بالظبط. فبس كان في فير بلاي. بالظبط. وبعدين راح على المقاولين العرب، وحتى قال انا كان نفسي امي تشوفني وانا كده، ربنا كرمني وربنا كرمه ان شاء الله فضل الله من واسعه. فانت النهارده بتحرم واحد تاني من فرصته. بالظبط. يمكن يا كابتن احنا اتكلمنا قبل كده مع حضرتك في حلقات سابقه، اتكلمنا عن فكر الانديه اصلا في التعامل مع قطاعات الناشئين، وفكره ان انت بتدفع الناشئ من صغره لفكره البطوله دون النظر لتطور مستواه او هامش التطور اللي عند اللاعب دوت وصل لحد ايه. انت الفكره كلها ان انت زي ما شفنا الخناقه الشهيره لما نزل لعيبه انبي ولعيبه النادي الاهلي في ملعب واحد، وده عايز يحتفل. الفكره كلها ان ده عايز بطوله وده عايز بطوله، لكن انا ممكن يبقى عندي فريق بياخد البطوله القطاعات كل موسم، لكن خلي بالك موضوع انبي والاهلي ده اتكرر قبل كده، اهلي وزمالك برضه. حصل نفس الموقف في نفس في ملعب واحد. بالظبط. فانا اقصد اقول لحضرتك ان المسؤول اصلا ما بيعدش او في ضمن شغله او خططه مش عايز يعد لاعب يصلح لتمثيل الفريق الاول، يصلح للاستفاده منه بعد كده، لكن هو همه الاول ان هو يبقى في نهايه الموسم بيقدم. الحل يا كابتن ان زي ما قال الدكتور لازم تتخذ قرارات حاسمه بشطب بنتائج الانديه او الفرق اللي بتتلاعب في الاعمار. يبقى في حتى قرار تجاه النادي نفسه. في حاجه اسمها اشعه على الرزغ بتتعمل. نعم. للعيبه الاشعه دي المفروض يا بلال تتعمل من اول الموسم. بالظبط. والنادي اللي يطلع الإعداد. فيه من اول الموسم والنادي اللي يطلع فيه لعيبه مزوره او مسننه يتمنع مشاركته. بالظبط. شكرا. ده الحل، لكن انت طول ما انت عمال تطبطب وتدلع هتلاقي الفرقه دي خلاص. عارف ليه بيطبطبوا ويدلعوا ولا ما تعرفش؟ بيحبوا نانسي عجل.